بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلاب، بنات الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في درس جديد من دروس مادة التربية الموسيقية. درسنا اليوم سيتطرق إلى فرع هام جدا من أفرع التربية الموسيقية، وهو الفرع الذي يجمع مادتنا بمادة اللغة العربية. دعونا نكتشف ما هو هذا الفرع. نبدأ درسنا اليوم وأترككم مع مشاهدة لمقطع فيديو وتحديد الفكرة العامة من هذا المقطع. أقسم بالله العظيم أن أكون وفيا لدولة الكويت، أمينا على حقوقها، مخلصا لأميرها المفدى. حفظ الله كويتنا وأن تظل دائما بخير وأمان بفضل حماتها قيادة وجيشا وشعبا. والآن من منكم استطاعت أن تستنتج موضوع درسنا اليوم؟ نعم أحسنتم، موضوعنا عن كويتنا الغالية، شعبها العظيم وحماتها الجنود الأبطال. ما رأيكم أن أختبر معلوماتكم بمادة الاجتماعيات؟ لأبناء الكويت بطولات عظيمة في حماية وطنهم، ظل منها شاهد وهو بيت معروف أصبح الآن من أشهر المتاحف. من منكم تعرف اسم ذلك البيت؟ أحسنتي، إجابة صحيحة، إنه بيت الجرين. وطني يا
وطن النهار. انت النهار يا وطني، وطني وطن النهار. انت النهار يا وطني. معلوماتكم جيدة، ومن منكم تتذكر متى حصل أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على لقب قائد الإنسانية؟ نعم، إجابة صحيحة، حصل أميرنا الراحل رحمة الله عليه على لقب قائد الإنسانية في 9 سبتمبر عام 2014. في 9 من الشهر 9 من عام 2014 أطلقت الأمم المتحدة لقب قائد الإنسانية على حضرة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وجعلت من دولة الكويت مركزاً إنسانياً عالمياً في إنجاز عالمي جديد يضاف إلى تاريخ الكويت الحافل. والآن لنبدأ درسنا اليوم، ودرسنا اليوم نشيد، ونشيدنا بعنوان حماة الكويت. حفظ الله كويتنا، قائد عظيم وشعب أبي. والآن فلننصت لغناء النشيد ونتابع متابعة جيدة تقطيع الكلمات على اللحن. نشيد حماة الكويت. ضرب الفداء والنضال.
لتحيا الكويت وتبقى المثال مدى الدهر لا تنحني أو تطار كويت العروبة يا لم تزال محال محال وألف محال 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 وألف محال 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 وألف محال. والآن لنقرأ معا كلمات النشيد قراءة صحيحة. نشيد حماة الكويت. أنا الشعب شعب فريد المثال، أنا الشعب شعب كريم الفعال، أنا الشعب عزم يهد الجبال، أنا الشعب حرب على كل ضال. أخي في الوجود أخي في المآل، سليل الأماجد فخر الرجال، تقدم وناضل ودع ما يقال، وحطم بعزمك جند الضلال. عرفتك سلما كريم الخصال، رأيتك حربا قويا النزال، وكم من شهيد يروي الرمال يعبد درب الفدا والنضال. لتحيا الكويت وتبقى المثال، مدى الدهر لا تنحني أو تطال، كويت العروبة لا لن تزال، محال محال وألف محال، محال محال وألف محال. ما رأيكم الآن أن نختبر معلوماتنا في مادة اللغة العربية من خلال التعرف على بعض المفردات ومعانيها؟ ما معنى كلمة الخصال؟ الخصال بمعنى الخلق. وما معنى كلمة النضال؟ النضال بمعنى المبارزة في الحرب، والمعنى هنا الحماية والدفاع. ما معنى لن تزال؟ لن تزال بمعنى لن تمحى، والمقصود هنا أن بلادنا باقية. وقبل أن نبدأ بغناء النشيد سوف نتعرف على الطريقة الصحيحة للتنفس أثناء الغناء. وما رأيكم أيضا أن نتذكر معلومة مهمة أيضا درسناها في مادة العلوم عن عملية التنفس؟ عملية التنفس يا أصدقائي مهمة جدا للإنسان، لأنها تمد الجسم بالأكسجين، والجهاز المسؤول عن التنفس هو الجهاز التنفسي كما يظهر من هذا الشكل، والمكان الذي يستقبل الهواء هو الرئتان. يدخل الهواء إلى الرئتين بعملية تسمى الشهيق، ويخرج بعملية تسمى الزفير. عمليتي الشهيق والزفير تعلمنا أن نتحكم فيهما أثناء ممارسة التمرينات في مادة التربية البدنية أيضا، وذلك لنتجنب الشعور بالإجهاد أثناء التمرين. فلو نظمنا عملية الشهيق والزفير أثناء وقبل الغناء فسوف نلاحظ أنها تساعدنا على عدم إجهاد الأحبال الصوتية. فلنجرب معا كيفية تنظيم عمليتي الشهيق والزفير، ولنتذكر أن الشهيق يكون من الأنف، أما الزفير يكون من الفم. هيا معي الآن: شهيق، زفير، شهيق، زفير. سوف أؤدي الآن هذا التمرين الصوتي البسيط بالمقطع ما، وعليكم أن تؤدونه بعدي مباشرة. هيا بنا: واحد، اثنان، أحسنتم،
أداء جيد. كما يمكننا تكرار هذا المقطع الصوتي عدة مرات قبل الغناء. والآن سوف نستمع إلى لحن النشيد ونحاول أن نردد الكلمات بصوت خفيف وطريقة صحيحة مع اللحن. أحسنتم، أداء متقن. والآن سوف نغني جميعا نشيد حماة الكويت ونتأكد من أداؤنا بشكل صحيح. نشيد حماة الكويت. قد وصلنا إلى ختام درسنا اليوم والذي تناولنا فيه العديد من المعلومات المفيدة، على أمل أن نلتقي بكم في درس جديد. دمتم في رعاية الله، مع السلامة.